متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. نتقدم بأحر التعازي والمؤاساة لأهالي الضحايا اللي سقطوا اليوم جراء الانفجار في محافظة البصرة الحبيبة قرب مستشفى البصرة، حيث استيقظ الأهالي صباح اليوم على انفجار حزام ناسف سقط عدد من الضحايا والجرحى. نتمنى الشفاء العاجل لجرح الانفجار، وأيضا الرحمة والغفران لشهداء محافظة البصرة، هاي المحافظة اللي صار لها 17 سنة تنزف من الألم ومن الوجع اللي تعاني هاي المحافظة. رغم الخيرات اللي تقدمه، اليوم هي تدفع ضريبة المحاصصة الحزبية وأيضا الفساد المالي والإداري على مدى 17 عام. هاي المحافظة منكوبة، ويوم بعد يوم واقعها للأسوأ. يعني رافيك عن اليوم المشاكل كثيرة. اليوم استيقظ أهالي البصرة على هذا الانفجار، اليوم شنو ضحية هاي العوائل اللي انفجعت بأولادها واللي انفجعوا اليوم بفقدان عزيز وغالي على قلبهم؟ الله يعينهم والله يصبرهم، ويا ربي الشفاء العاجل لجرحى المحافظة، ونتمنى يكون القصاص عادل هذه المرة وأخذ الإجراءات اللازمة بحق من اعتدى على أهالي المحافظة. بصرة العجائب والغرائب الفساد وصل بها هالمرة للمدارس. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المدارس، طلابها مداومين وماكو كوادر تدريسية بالمدارس على مدى 3 أيام بدون حصة تدريسية. ناهيك اليوم عن نقص الخدمات، الأمر اللي زاد غضب الأهالي، فما مصير التعليم في محافظة البصرة؟ خليكم يا مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال ضيفي اللي موجود ويانا اللي راح يشاركني الحديث، لكن قبلها نروح نشوف هذا التقرير، من بعدها نرجع نرحب بضيفي. روح ذاك الصف ثاني، تعال. تعاني اغلب المدارس في محافظه البصره من نقص واضح في الخدمات، ولكن هذه المره مدرسه القيروان التابعه لقضاء الهارثة لم تعاني من نقص الخدمات فقط، بل تطور إلى خلو المدرسة من الكوادر التربوية، الأمر الذي أدى إلى أن يذهب الطلبة إلى مدارسهم ولمدة 3 أيام من دون أي حصة دراسية. فيديو اللي شفته أحد أولياء الأمور دخل للمدرسة وما لقى مدرسين نهائيا ما عدا أستاذ واحد، وين المدرسين ما نعرف. طبعا هذا ورا ما صار الشطر، صار يعني شلون فد شيء مستهدف خاصة للولد. البنات اكو تدريس لان كادرهم كامل. انا اول واحد اجيت المدرسه قلت له صايدكم 3 أسابيع من شطرتوا المدرسه، ليش الولد ما عندهم تدريس والبنات حدها؟ قال له والله تريد تنقل ابنك نغله. قلت له يعني وين نغله؟ الحل شلون؟ قال له ماكو تدريس ماكو. هو واحد من المعلمين هم قال لي انقل ابنك. زين هاي بالنسبه مثلا ولا تريدني اقابل المعلم؟ اقابله يعني اقابله. هو قال لي انقل ابنك. والله التعليم تعبان حجي، والله صارت مدارس أهلية وكلها بفلوس، زين الفقير وين يروح؟ وين يروح الفقير غير المدارس الحكومية؟ تدريس بالبداية صحيح أقول لك زين، ما أقول لك مو زين، أكو تدريس بالبداية وزين من صار الشطر ماكو إشكال، يعني المسائي خوش تدريس جيد، الصباح ماكو تدريس، صباح يعني هذا ابني صار لأربعة أيام ماكو تدريس، بس علوم ويجي كل شيء ما يفتهم. أما المصيبة التي يعجز عن تصديقها الجميع، في أغنى محافظة عراقية من حيث الثروات النفطية والغازية لا توجد في مدارسها مكان للصحيات يلجأ إليه الطلبة أو المعلمين إن وجدوا في المدرسة، وعليه قام الأهالي بجمع مبلغا مقداره 5000 دينار فيما بينهم لغرض بناء ذلك المكان خدمة لأبنائهم. أما المصيبة الأخرى فإن إدارة المدرسة منعت الأهالي من ذلك الأمر إلا بجلب كتاب رسمي من مديرية تربية البصرة. هذول صف أول ابتدائي، من يتحمل مسؤوليته وجابهم اليوم للمدرسة؟ من يتحمل واحد لما الله يصير ما يصير عليه؟ يا مدير عام، يا مدير إشراف تربوي، يا مسؤولين نواب، يا مجلس المحافظة، يا سيد المحافظ. مدرسة القيروان أكرر في منطقة الهارثة قرية حمرينان شطرناها بنين ابتلينا ما يرضون يقاومون المعلمين، شنو السبب؟ بكيفنا يقولون. والمشكلة والطامة الكبرى انه المديرة السابقة ربت الفكاك للمعلمين جدا على هاي مسؤولية. جاي ينتقلون ناس هواي، المعلمين جاي ينتقلون ما جاي يدرسون هواي ناس وما جاي يعطون هواي دراسة. هسه
اليوم شنو درستي؟ درسنا بس رياضيات وعلوم. اليوم راح يجونا المعلمين ودرسونا بس مادة واحدة، ما جانا ندرس هواي، واكو هواي جايين ينتقلون، واحنا نروح نجي ما جانا ندرس شيء بس مادة واحدة. فيما أشار آخرون بأن القانون 21 أتاح لمحافظ البصرة الإشراف على مديرية التربية، وما زال لغاية هذه اللحظة لم يأخذ دوره في إنقاذ التعليم من الكوارث التي تحدث يوميا، ومدراء التربية قد ساهموا مساهمة فعالة في انحدار المسيرة الدراسية. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. شكرا لزميلنا علي نعيم اللي عدنا هذا التقرير الخاص ببرنامج المعتمد حول واقع المدارس اليوم بمحافظة البصرة. خليكم على مشاهدي، ارحب بضيفي اللي راح يشاركني الحديث الاستاذ رعد خليفة الناشط المدني. حياك الله استاذ رعد. حياك الله استاذ رعد. نعم مشاهدينا، لازلنا احنا وياكم مستمرين في برنامج المعتمد، واكيد نجدد العزاء لاهالينا بمحافظه البصره على هذا الحادث الاليم اللي صار صباح اليوم، واللي استيقظ اغلب الاهالي على صوت الانفجار، واللي ادى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، واكيد نتمنى الشفاء العاجل اليوم لجرحى هذا الانفجار الاليم، والصحه والسلامه لجميع اهالينا بمحافظه البصره، وان شاء الله هي ازمه وتعدي، والله يصبر يعني ذوي الشهداء اليوم والجرحى على هذا المصاب الاليم. موضوع اليوم المدارس والفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي اغلب اليوم العراقيين لاحظوه او شاهدوه خلال هاي المواقع. نعم ارجع ارحب بضيفي جاهز ويانا الاستاذ رعد خليفه الناشط المدني. حياك الله استاذ رعد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سلامتكم جزيلة. وعظم الله اجوركم والصحه والسلامه ان شاء الله للجميع. اتجاه سمعيني؟ العفو. اسمعك واضح. نعم استاذ رعد. نعم للأسف اليوم محافظة البصرة هي ضحية الفساد والمحاصصة الحزبية والمشاكل اليوم اللي يصير بها، دا يدفع ضريبتها المواطن، بالإضافة لكل هاي المشاكل اليوم المواطن هو أيضا ضحية الإرهاب اللي يعود مجددا للساحة بمحافظة البصرة. نتمنى يعني الشفاء العاجل للجرحى وأيضا صحة والسلامة لكل أهالينا بالمحافظة. نعم بردا وسلاما بصرتي الحبيبة، المجد والخلود للشهداء الذين سقطوا نتيجة العمليات الإرهابية التي حدثت اليوم، والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والعار لخفافيش الليل. نعم نعم سيدتي، سؤالك ما هو سؤالك؟ يعني فيما يخص اليوم الحادث اللي استيقظ عليه أهالي البصرة صباح اليوم. نعم طبعا من الطبيعي أن تحدث هذه التفجيرات، لأن ضعف الأجهزة الأمنية وضعف الأجهزة الاستخبارية، كل هذا لعب دور أساسي في تدمير هذا البلد، مو فقط بالبصرة ولكن كل العراق، من كل العراق مهدد بالتفجيرات، ونتيجة مثل ما تلاحظون أنه السلاح المنفلت والميليشيات المنفلتة. والمشكلة والطامة الكبرى أنه قبل قليل وراء الانفجار كان كل لقاء أو عبر الهاتف مع محافظ البصرة. نعم. ويقول هذا التفجير هو عمل إرهابي أو عمل لداعش الإرهاب. فأنا حب هنيئا لك وهنيئا لكل كوادرك الأمنية والاستخبارية. فما اعرف هذا تعتبر فد شلون بتقولين فطامه كبرى، يعني اذا داعش الارهاب دخل للبصره والمركز المدينه ويقوم بالتفجير بوضح النهار، فهاي طامه كبرى. اين الاستخبارات؟ واين الحس الاستخباري؟ واين احنا ما نريد سيطرات والله وتفتش السيارات وتفتش الدراجات، لا احنا نريد حس استخباري امني كون يقضي. يعني استاذ رعد بالاضافه الى يعني اليوم وظيفته هو كمحافظ، عندما يقع الانفجار هناك تتحدث تطلع لتحدث انت او رئيس، وانت بصفتك رئيس اللجنه الامنيه. نعم بالاضافه الى منصبه هو كونه محافظ. نعم نعم بالاضافه الى منصب المحافظ هو اكيد رئيس اللجنه الامنيه. رئيس اللجنه الامنيه. نعم 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 رئيس اللجنة الأمنية بالبصرة. يعني أنا أقول لك هم قادرين فقط على المتظاهر الطالع يطالبوا بحقوقه المسلوبة التي سلبت
سلبت في عهدهم وعهد احزابهم وميليشياتهم. هذا قادرين عليه، فما قادرين يمنعون تفجير او قادرين يامنون امن محافظه. والبصره هي شريان العراق والمغذي الرئيسي للعراق، فالمفروض البصره اول محافظه، المفروض البصره اول محافظه يستتب الامن بها ويستتب الامان، ولكن لا جدوى لمن تنادي، ماكو فايده. زين استاذ رعد، اليوم منو حضرتك ذكرت انه قادرين بس على المتظاهرين، من اللي قادر عليهم؟ كل زين من اللي قادر عليهم، يعني هسه الصدمه وحتى المحافظ البصره رئيس اللجنه الامنيه ايش قد سقطوا على عهده؟ ايش قد شهداء سقطوا قبل تشرين فوق ال 20 واحد 25 وبتشرين ورصاص حي، يعني شنو مو موافقته هو؟ مو هو رئيس اللجنه الامنيه؟ وين ابو الصدمه؟ وين ابو قياده عمليات؟ وين كذا؟ كل هاي مسؤولين عن سقوط الشهداء وعن سقوط وتهمون اشد التهم، وكثير من اخواننا الناشطين سجنوا وتهم متعدده واشياء متعدده، وللحمد لله شويه القضاء عادل اللي وقفوا وياهم وانصفهم. نعم. ولكن لا جدوى لمن تنادي، هذا هو هذا حال العراقيين في ظل محاصصة طائفية وحزبية مقيتة سيطرت على البلد وهدمت كل بنيته التحتية وهدمت التعليم والثقافة، في ظل هؤلاء الفاسدين الذين يحكمون في وضح النهار. نعم أكيد الشفاء العاجل لجرح محافظة البصرة، وأيضا رحمة الغفران للشهداء الانفجار اللي صار اليوم، ونتمنى الصحة والسلامة لجميع أهالينا في محافظة البصرة الحبيبة. أستاذ رعد، ننتقل لموضوعنا اليوم فيما يخص الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي زميلنا يعني مراسلنا في مكتب البصرة عدلنا تقرير خاص حول مدرسة الهارثة، عفوا مدرسة القيروان في محافظة منطقة الهارثة في البصرة تحديدا. هاي المدرسة اللي طلاب تتيا مداومين، ماكو حصة تدريسية، ماكو كوادر تدريسية جاية للمدرسة، بالتالي مادة واحدة فقط، مادة العلوم مثل ما ذكروا الطلاب خلال التقرير، فقط مادة واحدة العلوم هي اللي درسوها. وين الكوادر التدريسية اليوم؟ وين دور وزارة التربية؟ وين دور اليوم محافظة البصرة من كل هاي المشاكل اللي تصير بواقع التعليم بمحافظة البصرة تحديدا؟ سيدتي العزيزة، طبعا ما يحدث بالبصرة، أحب ولو شوي أطلع عن الموضوع، هي عبارة عن محاصصة حزبية، هاي أول دور. الدور الثاني اللي جاي يسيطر على البصرة هي الفساد المالي والإدارة المستشري داخل مفاصل البصرة. ثالثا شو مثل ما نقول الاستغلال، استغلال المواطن، وما حدث طبعا بملعب البصرة قبل ثورة تشرين عندما قام محافظ البصرة بجلب الشباب 30,000 درجة وظيفية، وطبعا هي هاي اعتبرت هي دعاية انتخابية، طبعا استفاد من عندهم ونجح نجاح باهر. كل هذا أثر سلبيا على واقع التعليم. أكثر اللي قدم على التعليم منهم القبل 30,000 درجة وظيفية و30,000 ووراهم، طبعا للاسف الحكومه المحليه هنا بالبصره وخاصه مدير التربيه للاسف جاي تتخبط يمينا ويسارا، ماكو فت قرارات ثابته وجريئه يتخذوها. ابسط مثال، اكو مدارس هسه ما بها كادر تعليمي كافي، يعني على سبيل المثال مثلا 20 معلم مثل كل مدرسه، تلقين بها 10 او تلقين بها 8، واكو مدارس بنفس الوقت بيها كوادر زيادة. فالمفروض هنا، المفروض هنا من مدير تربية البصرة ومحافظ البصرة بصفته وبصفة منصبه أن يلجؤون لهذه الحالة، أن يشيلون من هاي الزيادة ينطون للنقص في سبيل سد الشواغر. هذا من باب. من باب آخر طبعا أكثر اللي العقود أو اللي 30,000 درجة وظيفية أو غيرها هسه صرفوا لهم الكيكارت وانطوهم رواتب، ولو هي رواتب يعني قليله نقدر نقول عليها، ولكن نقول هذا اول الغيث قطره. اوكي، صدر امر، الامر اللي صدر انتم 3 أيام تداومون و3 أيام تقعدون، انت ليش تخلي هالثغرات هاي؟ وانت لما تقعد 3 أيام هذا يعني الادارات المدارس منين تجيب؟
هو انحسب بعد على إدارة المدرسة. أنت من قاعدة ثلاثة أيام راح يصير أكو شواغر، أكو يصير شواغر بالمدارس سواء ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية. فهاي كلها طامة كبرى، وهاي نواقص التربية غاض النظر عنها. هاي تلعب دور بقيادة التعليم وبسير التعليم وبنقاوة التعليم. فهذه التربية غاض النظر أو متقصدة ما أعرف. يعني لا. التربية هسية ما عندها أوليات إنه فلان مدرسة بيها فائض وفلان مدرسة بيها حتى يمكن نص الكادر التعليمي نقص. لا تعرف كل الزين، ويستطيعون أن يدزون مبعوثين للمدارس ويأخذون قوائم ويعرفون إيش قد بهاي المدارس نقص وإيش قد بهاي المدارس فائض. لعد ليش ما يحلون هاي المشكلة أستاذ رعد؟ نعم. يعني شنو ذنب الطالب اليوم يداوم من الصبح ومتحمل الضيم والبرد وصحيات ماكو، مشاكل المدارس هواية اليوم، أثاث ماكو بالمدارس، بالتالي يروح ويتحمل كل هذا العناء، ومدرسين ماكو، كوادر تدريسية ماكو، يعني رايح هو من الصبح للحساعة 12 الظهر هو دارس بس مادة واحدة. سيدة العزيزة مثل ما ذكرت لك، المشكلة والطامة الكبرى هو بالحكومة المحلية. احنا هسه نطالب محافظ البصرة، انت بصفتك المسؤول، يعني انت ستقدر تتقيل مدير تربية البصرة. نعم. ليش باقي عليه؟ ليش باقي على مدير تربية البصرة؟ يعني هسه احنا هذا مو تحرير. لا بالعكس، المفروض مدير تربية البصرة هسه من يسبح حديثي، المفروض من باكر يقوم بعمل على أرض الواقع، يقوم ب انتم هسه ليش؟ انتوا ليش هذا والله مؤقت، هذا والله هذا عقد، هذا 30,000 درج، انتوا ليش ما تعينون؟ انت لا تعرف اكو نقص عندك بالمدارس، ليش ما تعين معلمات معلمين؟ انا هسه انا شخصيا والله العظيم اعرف معلمات ومعلمين يشتغلون ببلاش ويجون اجره ببلاش طبعا على حسابهم. هذا ما مجبور، هذا ما مجبور، هذا المفروض الدوله تطيف معاناه، تطيف حقوق. أكيد. انت ليش تقتصه؟ ليش ما تقطي حقوقه؟ ليش تاخذ حقه؟ يعني انت ايش تنتظر بعد؟ زين يعني استاذ رعد ايضا من خلال التقرير السنه اللي فاتت ماكو تدريس، والقبلها ماكو تدريس، وهسه التدريس تقريبا هم يقدر نقول عليه 70%. نعم يوم استاذ رعد تسمعني؟ وهكذا. استاذ رعد من خلال التقرير ايضا لاحظنا انه صحيات ماكو بهاي المدرسه، بالاضافه لهذا الاهالي جمعوا تبرعات تقريبا 500,000 لكن منعوهم من تصليح هاي الصحيات الا بالحصول على موافقه. يعني شنو السبب اليوم حتى الاهالي دي يمنعوهم من العمل داخل المدارس بتوفير الصحيات اليوم لاولادهم؟ سيدتي العزيزه انا طبعا لا اتكلم وياك، انا زوجتي معاونه بمدرسه. نعم. يعني دائما اخذها واجيبها وشاهد عيان، يعني مو تقول يعني واحد تكلم لي. المدارس والله العظيم المدارس يرثى لها، يعني ناهيك عن المغاسل وغيرها والمجلى السامع المهم لا بنكات مراوح لا جام بهذا البرد القارص، خلي يطلعون لجان، لا فد شغلات صحية. الطالب يعاني الأمرين. هسه أنا هسه من خلال كلامي خلي مدير تربية البصرة ما بيها شيء، انت مو جاي تدس مشرفين، المشرف اختصاصه مثلا يشرف على الاداره على التدريس، دز مشرفين اختصاص على المدارس، خلي يروحون للمجال الصحي بالنسبه للطلاب. نعم. خلي يشوفون زين استاذ رعد برايك الفيديو اللي انتشر وصل لمدير تربيه البصره، خلي يشوفون اكو صحه بالمدارس، خلي يشوفون، خلي يكتبون تقاريرهم. بس نعم. انا متاكد اكو مثل يقول مثل ينفخله بجربه ممزوقه، ماكو فايدة، لأن هم ما يريدون يصرفون، هم ما يريدون يصرفون على المدارس، ولذلك هي لجان تخرج المدارس وتشيك تشيك شنو النواقص اللي بالمدارس وتكملها. هو نعم. شنو الجام، شنو المروحة، شنو الدائر المغاسل مال الطلاب، شنو يعني؟ هي مو عظمى، مو فد عظمى. هسه نعم. درينا مدارس متهالكه، انا انت هسه طلع المراسل مالكم، مدارس صار لها 8 سنوات تفلشت اللي هسه ما بنوها، 8 سنوات مدرسه و9 سنوات ما تنبني، باي عهد هذا؟ الفساد المالي والاداري والمحاصصه الطائفيه والحزبيه هي المسيطره على محافظه البصره وعلى كل مفاصل المحافظه. هذا نقطة راس سطر. نعم
استاذ رعد، احنا نتامل صراحه انه بعد الفيديو اللي انتشر انه يكون حل لواقع التعليم بمحافظه البصره الحبيبه. استاذ رعد، يعني البصره هي المناطق الجنوبيه المشهوره، بالتالي اليوم المفروض هي تعم بنعمه الامن والامان. اليوم من المسؤول عن الحادث اللي وقع صباح اليوم؟ طبعا انا سبق وان نوهت لك قبل قليل، المسؤول الرئيسي على الحادث اللي وقع اليوم صباحا هو محافظ البصرة بصفته رئيس اللجنة الأمنية وبنفس الوقت محافظ للبصرة والجهات الأمنية والاستخبارية، لأن هذا الحادث المفروض من الأصول أن اللي ماشي بكل دول العالم أن جهات استخبارية تكشف الحدث قبل وقوعه. احنا بالعكس يقع الحادث ويحصد ارواح الابرياء اللي لا حول لهم ولا قوه وبعدين يحققون بالحادث ويدون ضد مجهول. هاي طامه كبرى، ومثل ما نوهت لك قبل قليل محافظ البصره قبل قليل بلقاء عبر الهاتف يقول داعش الارهاب، رمى الكره بملعب داعش الارهاب. فانا اقول له اذا داعش الارهاب دخل للبصره وبوضح النهار وداخل مركز البصرة، فهنيئا لكم وهنيئا لقواتكم واستخباراتكم الأمنية. نعم، هذا زين. داعش شلون دخل اليوم لمحافظة البصرة وهي المفروض تنعم بالأمن والأمان واليوم الجهود الأمنية مكثفة؟ والله سيدتي العزيزة هذا سؤالك يعني حلو زين، يعني بس المفروض تسأليه المحافظ البصرة وتسأليه للجهات الأمنية المختصة، لأن هم هذا اختصاصهم، مو سئلين المواطن عادي لا حول ولا قوة. احنا ما بدينا شيء، احنا اللي علينا نتكلم حقيقة وهذا خلص، وتجينا التهم تتلاقف منا ومنا. هذا المفروض تستضيفون اليوم محافظ البصرة بصفته رئيس اللجنة الأمنية، تستضيفون قائد عمليات، قائد غيره، استخبارات، يعني يا ريت هو لو يطلع يصرح يجيبوكم على هذا السؤال. نعم نعم. استاذ رعد ابقى ويانا، نروح نشوف هاي الماده اللي وصلتنا، من بعدها نرجع نكمل الحديث وياك. انفجار تقريبا صار الساعه 11 اثناء عبورنا من هذا التقاطع اللي هو تقاطع الصمود، فنزلنا بوقتها شفت صاحب الهونداي اللي هو بيتهم بهاي المنطقه، هاي الشارع نعرفه يعني احنا هالمنطقه، هاي المنطقه كان يعني كان اي واحد مستهدف، العابر اللي اهل المنطقه نقلوه الى المستشفى، صحته كانت يعني يقولون زينه شوي، انا شفته. التفجير يقال انه صار عن طريق الدراجه الناريه، تفجير عن بعد حسب قول اصحاب المحلات القريبه. حصيله اوليه ما تعرف، لانه الستاركس اللي موجوده ما تعرف ايش قد بيها، كم نفر. الحقيقه المشهد مؤلم، ويعني نسأل الله أنه يدفع عن البصرة وأهلها، البصرة آمنة إن شاء الله. أنا رسالتي أوجهها الشيخ أسعد العيداني، أوجهها قائد الشرطة، قائد عمليات، يعني تظن رجال الكامل بالسيطرات تبتيش، حتى لو عرف ماك يعني. أنا رحت لبغداد ورديت والله ما وقفت سيارة بسيطرة أبدا، كله مشمشي. يعني أنت تأخذ من دولارات بغير تحافظ على عائلتك وعلى أخوانك وعلى بلدك، إذا ما نتناسب كلنا على البلد ما لنا، يضيع وضايع. ويريد يفجر، هاي رسالة، يروح للبرلمان يفجر بذيك الخيس. لا يجد الناس الفقرة تتعشى وما تتغدى، مو عيب عليهم يفجرون الفقرة؟ والاستخبارات يجب أن تأخذ دورها وتصل إلى الجنود. موضوع مفاجئ، ممكن أنه تقول البعض يقول ليش صار مفاجئ ليش إلى آخره، لكن الفترة الأخيرة شفتوا أكو هجمات متفرقة قد تكون مثل ما يقولون أنه خلايا نائمة أو ما شابه ذلك. إغلاق للمداخل، متابعة المطلوبين. لا إغلاق للمداخل هذا مو حل، يعني علينا أنه متابعة المطلوبين أو متابعة الحادث وأسباب الحادث، وممكن أن الاستخبارات تأخذ دورها والأجهزة الأمنية متابعة. لكن إغلاق وسيطرات وإلى آخره هذا مو حلو. Thank you.
بردا وسلاما ببصرتنا الحبيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل شخص كان سبب بهذا التفجير اللي صار صباح اليوم. استاذ رعد، يعني سمعنا كلام المحافظ يقول انه الانفجار صار بشكل مفاجئ، يعني شنو يعني صار بشكل مفاجئ؟ يا ريت لو تعلقنا على الموضوع. فعلا هو صار بشكل مفاجئ. اللي بالنسبه للحكومه المحليه، حكومه البصره، المفروض تقوي جهاز الاستخبارات والامني والاستخباري لردع هكذا تفجيرات، لان مثل ما يمكن اكو امراه تكلمت قالت سيطرات نصب سيطرات ما تجدي نفع. يعني انت لما توقف لك سياره شو تفتش بالسياره؟ شنو يعني داخل وين؟ يعني تفجير يجوز حاطها ببطانه السياره، يجوز حاطها بالشاصه، حاطها بكذا، يعني هذا مو فد عمل يعني مثمر. وثانيا لازم تتوقف الحياه اذا انت تنصب لك سيطرات وكل سياره وكل دراجه نفتشها يراد لك فد ربع ساعه. لا، العالم وين وصلت؟ انت يراد لك جهاز امني واستخباري متطور وحديث وحس وطني، هذا اللي يمنع هكذا تفجيرات داخل البصره او حتى خارج البصره او حتى من خلال بقيه المحافظات. نعم، الحس الامني والاستخباري لازم يلعب دور اساسي بالحد او الحد من هكذا تفجيرات. نعم استاذ رعد، الوضع الامني بالبصره بعد هذا الانفجار شو راح يكون برايك؟ لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله نتامل خير من اجهزتنا الامنيه، ما نقول غيرها، ان شاء الله بردا وسلاما على بصرتنا الحبيبه، وان شاء الله نتامل خير. وان شاء الله، لعلمك هي كانت البصره من اهدأ المحافظات، يمكن بغداد كان انا اثنين من اشقائي راحوا شهداء ببغداد من جراء التفجيرات. نعم. يعني اجت كانت المحافظات فيها تفجيرات، الوحيده البصره هي الامنه، الوحيده البصره هي الامنه، بس ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. أنا يعني أشك إنه المهاترات السياسية واللي جاي تحدث إلها إيد، يعني إلها إيد بهيجي تفجيرات وبهيجي، والله أعلم. يعني برأيك اليوم الخلافات السياسية هي سبب الانفجار؟ نعم نعم، أكو هيجي، أكو هيجي حس. يعني هالمهاترات الجاي تحدث على الكراسي وعلى الانتخابات، وهذا خسر وهذا فاز وهذا كذا، تتعب دور، والا ما تقنعني تقول لي اجى داعش ودخل للبصره ودخل المركز البصره وبوضح النهار وفجر، لا اقول لك هذا انت على خطأ. نعم، بالنسبه للاوضاع الامنيه يعني حاليا بعد الانفجار شلون نشوفها؟ اكو مخاوف اليوم من قبل الشارع البصري؟ نعم، انا شويه صوت ناصي. يعني الأوضاع الأمنية بعد الانفجار اللي صار اليوم، أكو مخاوف من قبل الشارع البصري لعودة مسلسل التفجيرات بالمحافظة؟ والله هي إن شاء الله نتأمل خير، نتأمل خير إن شاء الله بالشارع البصري ويرجع الحياة إلى طبيعتها. وإحنا العراقيين ما شاء الله ما شاء الله متعلمين منا تفجير وغسلوا الدم وغسلوا الشارع وشالوا الجثث ورجعت الحياة على طبيعتها. وين احنا عايشين؟ عايشين بالعراق، قابل عايشين بغير دولة؟ هذا العراق، احنا تعلمنا صار لنا 18 سنة تفجيرات وحروب أهلية ودخول داعش وتفجيرات حصدت أرواح، لا تعرف الشاب والأمرأة والطفل والشايب والأمرأة وكلها كلها، ما شاء الله ما شاء الله متعلمين احنا العراقيين، مو فقط البصرة. نعم. العراقيين متعلمين، يغسل الدم منا ويشتغل ويفتح محله منا، ونسأل الله أن الدوم الصحة والعافية والخير لبصرة الخير، البصرة الأم العراق، البصرة شريان العراق، المغذي للعراق اقتصاديا وسياسيا وكل شيء يصدر من البصرة. لذلك نتمنى لها الخير ونتمنى لها الأمن والأمان. نعم استاذ رعد، برايك ما الغرض اليوم من زعزعه الامن والاستقرار بمحافظه البصره؟ اكو غايات وراء هذا الموضوع؟ والله مثل ما نوهت لك، احنا انا حسب اعتقادي يعني البسيط، انا هسه لا محلل
سياسي ولا محلل. نعم. كمواطن اعطينا رأيك. إنسان مواطن بسيط، أنا حسب رأيي أشوف أكو مناكفات سياسية لعبت دور من وراء هذا التفجير طبعاً. نعم. مناكفات سياسية على مود الكراسي، ولا نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، والله إن شاء الله ينصر البصريين وينصر العراقيين. يعني استاذ رعد، يعني شنو ذنب اليوم المواطن يدفع ضريبه الخلافات السياسيه على المناصب والكراسي، وبالتالي اليوم يعني هاي الشهداء اليوم من يتحمل مسؤوليتهم؟ والله اختي العزيزه، هو مو بس اليوم هاي المناكفات السياسيه والتفجيرات والقتل على الهويه والمخبر السري والغيره وغيره وقتل الناشطين وقتل الابرياء، مو من اليوم هاي، قلت لك صار تقريبا 18 سنه العراقي عايش بالقدرة، يعني عايش لا حول ولا قوة. هذا مصيرنا، بعش نسوي يعني؟ لو تطولنا كراسي لو ماكو هذا مصيرنا. زين ليش وقت يبقى المواطن يدفع الضريبة؟ ما أريد أتكلم أزيد، أريد أختصراني. نعم. بهالموضوع استاذ رعد، يعني ليش وقت يبقى المواطن يدفع الضريبة اليوم إذا صارت خلافات على المناصب؟ نشوف خدمات ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، اليوم هواي مشاكل، ارتفاع الدولار، بالتالي كل هاي المشاكل ممكن تأثر على المواطن. زين ليش وقت يبقى المواطن يدفع هاي الضريبة؟ جيد، هو السؤال، أحلى سؤال هذا. المواطن راح يبقى يدفع هاي الضريبة. أنا هسه أتكلم ومعظم الشارع العراقي يعرفني، راح أقول له يا عراقي راح تدفع ضريبة سكوتك عن الفاسد، وسكوتك عن القاتل، وسكوتك عن السلاح المنفلت، وسكوتك عن كل ما يدور بالبلد. لأن إحنا سبق أن خرجنا بالتلفزيون، أنا واحد من الناس بقناتكم، يمكن ولا يمكن هاي سادس لقاء لي، وغير قنوات كلها تعرفنا، الشارع العراقي ما أيدنا ولا وقفوا ويانا، فلذلك يحصد ما زرعه من سكوت وخمول. هذا ما زرعته يا مواطن يا عراقي، التفجير والقتل والجوع والعطش والدمار وقلة التعليم، قلة الثقافة، كل شيء انت تحظه بيدك. سبق وان قلنا لك يا باطلع ويانا وحط ايدك بيدنا، رشحنا مستقلين، قاطعتوا الانتخابات وقعدتوا ببيوتكم وخليتوا الفاسد يصعد، هاي هم نقطة اساسية. نعم. ليش قعدتوا ببيوتكم؟ ليش ما خرجت؟ ليش ما انتخبت الانزه؟ ليش ما انتخبت المستقل؟ وكثير من اصدقائنا مستقلين ومشهوده لهم ساحات التظاهر، ليش ما انتخبتهم؟ ليش انتخبت الفاسد؟ ليش انتخبت الفاسد؟ وهذا مصيرك يا عراقي، وراح تبقى أسوأ من يعني هاي سنه 21، يمكن تجي 22 نراح نتألم على 22، نقول يا ريت كنا ب 22، وتجي 23 ونتندم على 22، وهكذا. يعني معقول العراق راح يبقى مستمر على هذا الوضع؟ والفاسد متسلط على رقابنا، راح يبقى الوضع على ما هو عليه، ويبقى نحو الأسوأ والأسوأ من ناحية التفجيرات، ومن ناحية الخدمات، ومن ناحية التعليم، ومن ناحية حتى العيش. فأحصد. نعم. ما زرع. يعني برأيك ماكو أمل لو ضعت تتحسن؟ ماكو أمل، ماكو أي أمل، بالعكس أنا 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 حسب رأيي المتواضع أشوفه راح السوء بالأزيد، الأوضاع راح تسيء بالأزيد. يعني برأيك أي أوضاع راح تسيء؟ الأمنية، الاقتصادية، المعيشية، كل الأوضاع. مو هي الأمنية، هي هو شنو اللي يأثر على المواطن؟ نعم. سيدتي العزيزة، هو الأمن أكيد. هو شنو هسه اليوم يعني هذا التفجير؟ يعني واحد لو طالب مدرسة، لو طالع يسترزق ربه يشتغل، يعني شنو هو التفجير يحصد من؟ أنت شفتي ابن مسؤول انقتل بالتفجير؟ شفتي ابن رئيس قائمة انقتل بالتفجير؟ لا. من اللي انقتل بالتفجير؟ اللي انقتل يستشهد هو ابن الفقير، ابن اللاي عامة الناس، اللي طالع يسترزق ربه، اللي طالع للمدرسة، اللي طالع للجامعة، اللي عنده بسطية، هو هذا تنحصد أرواحهم. ماكو مسؤول اليوم ابنه انقتل، أو مسؤول ابنه جاء، أو مسؤول ابنه ما لاقي عمل يعمل به، هي برأس الفقير. فلذلك احنا سبق وان نوهنا وتكلمنا بالقنوات الفضائيه وقلنا يا مواطن حط ايدك بيدنا، يا معوان انا الله شاهد، انا واحد من الناس اللي ترفعون الفيديوهات. نعم. قلت له والله اللي يصير فيك اسوء راح يجي اسوء،
وكأنما أعلن. وهسه المواطن مثل ما تفضلت لك هو راح يحصد ما جناه من انتخابه للفاسد، من تصفيقه للفاسد، ومن غيره وغيره وغيره وغيره. يعني أبسط مثال، بدأت ثورة تشرين، قبل لا تبدي تشرين يمكن قبل يومين جمعهم أسعد العيداني بالملعب 30,000 شاب في سبيل ضعف الثورة، لأن هي الشرارة تبدي من البصرة. ومثل ما لاحظتوا سنتين يشتغلون ببلاش، أكو شاب يشتغل سنتين ببلاش؟ جمعهم شنو الغاية يعني من هالجمع؟ شنو كان حديثه وياهم؟ هم خلي أفتح حيلت واستخدمهم أيضا لدعايته الانتخابية وحقق فوز ساحق. وقبل فترة يقول أنا والله إذا هذا ما أروح للبرلمان راح أظل محافظ على البصرة، على شنو رشحي؟ يعني إذا أنت ما تريد مقعد مجلس النواب على شنو رشحي؟ ليش رشحي؟ أبقى محافظ بصرة، ما أرشح. نعم. وهاي نتائج اليوم، المواطن هو يدفع الثمن والضريبة. إي المواطن، وأنا سبق وأن طبعاً قبل الانتخابات على صفحتي الشخصية نزلت ما ينتخب الفاسد إلا الفاسد، ما ينتخب القاتل إلا القاتل، وما ينتخب النزيه إلا النزيه. نقطة راس سطر. نعم. زين، وبرأيك اليوم شنو الحلول يعني النهوض بواقع محافظة البصرة، واقعها الخدمي، واقعها الأمني، واقعها الاقتصادي؟ والله بالنسبة للواقع الخدمي والاقتصادي، البصرة تقريبا وراء ثورة تشرين المقال عادل عبد المهدي خصص للبصرة أكثر من كل المحافظات، يمكن 4 تريون خصص للبصرة أكثر من كل المحافظات في سبيل إخماد الثورة داخل البصرة، لأن البصرة تعرفون أنتوا رجال بيها شجعان ورجال، أول شرارة أول شرارة المظاهرات بدأت من البصرة. وللأسف يعني احنا هسه أسعد العيداني محافظ البصرة، احنا هسه ما عندنا عداوة، الله شاهد ما عندنا عداوة، بس الحقيقة تقال. ماذا قدم للبصرة؟ شنو يعني؟ أنا قلت لك قدم بلط له كم شارع بياسين خريبط والقبلة وقرنص، هذا اللي قدمه. شنو اللي قدمه؟ زين والعمار بهاي المنطقتين أنتم كمواطنين راضين عليها، هل هو فعلا بالمستوى المطلوب؟ شنو اللي قدم للتعليم؟ خلي يسوي جولة على المدارس، هو أسعد العيداني، خلي يسوي جولة على المدارس، خلي يشوف واقعها شنو المدارس؟ شنو واقعها؟ الخدمي والإنساني والثقافي والغيره والغيره. نعم. ماكو شيء على أرض الواقع. زين استاذ رعد، برايك اليوم البصره شنو اللي تحتاجه من المحافظ؟ البصره ما تحتاج شيء. البصره تحتاج مي صالح للشرب او نعم. للغسل. البصره تحتاج خدمات. البصره تحتاج عمل. البصره تحتاج تعليم. البصره تحتاج تشغيل المصانع. البصره تحتاج ثقافة. البصرة تحتاج هواي هواي، يعني ما خليت شيء. كهرباء، أمان، بعد شنو بعد؟ ذكريني إذا أنا ناسي. يعني ما بقى شيء، وإحنا كل شيء ذكرناه تقريبا. وحدة من هذين العددتين. نعم. خلي يقول لي يابا أنت غلطان. زين؟ يعني هاي الأمور اللي حضرتك ذكرت كلهم اليوم ما متواجدة، يعني ما موجود بمحافظة البصرة؟ ما متواجدة. نعم. ليش انتم معكم مراسلين خلي ينزلون للشارع؟ اكيد عندنا ويزودونا بتقارير بين فتره واخرى. خلي ينزلون للشارع المراسلين ويشيلون عامة الشارع. واحنا مخصصين ما يقارب كل اسبوع انه حلقه خاصه بملف محافظه البصره لطرح المشاكل الكثيره يعني نتناولها. نعم، ما سمعت السؤال عفوا. نعم. مرات استاذ رعد المسؤول ما يتقبل الاخطاء اللي تعرض على الشاشه. بالتالي يعني اكو اتهامات كثيره تصير، فاكيد انتم اليوم المواطن يعني مواطن بصري حضرتك، فانت لسان حال شارع البصري تنقل الصوره وتوضح الحقائق. طبعا احنا المراه العاكسه بالنسبه للشارع البصري، احنا كمواطنين وكناشطين سابقا. نعم. واي احنا المراه العاكسه وناكس ما يدور بالشارع البصري. احنا هاي حقيقه، احنا ما مكذبين. احنا بالنسبه كبصريين ما نريد مقرنص ولا نريد، يابا وفر لنا مي صالح للغسل، يابا وفر لنا امن وامان. ومثل ما لاحظت اليوم
التفجير الحصد للأرواح البريئة، وفر لنا تعليم يليق بمحافظة البصرة ويليق بالعراق، العراق الغني بالحضارة، العراق الغني، العراق أبو الحضارات أبو الثقافة، العراق هو اللي علم الدول الكتابة السومرية وعلمهم القراءة وعلمهم القوانين، العراق هو السباق بكل شيء. للأسف العراق هسه في ذيل الدول من ناحية التعليم، من ناحية الثقافة، ومن ناحية يعني أنا مرات أتألم والله، يعني أتألم أدخل مدرسة، المدرسة المفروض هسه ولو خاف أحكي ويزعلون علي. يعني أنا همكم ملاحظة أريد أقولها. نعم. بالنسبة لل يعني من جبتيها هسه على مود المحافظ ومدير التربية، يعني المفروض كل مدرسة بيها فت قاعة تخصص، قاعة ثقافية، قاعة للرسم، قاعة للموسيقى، قاعة للفن، في سبيل عقل الطالب ينفتح، عقل الطالب يكون يعني عقل متفتح، عقل ثقافي. هي المدرسة ترى مو بس دار دور واحد زائد واحد اثنين، لا بالعكس، ثقافة وعلم رياضة، هيك المفروض يكون. استاذ رعد اذا هي صحيات ماكو بالمدارس، رحلات ماكو بالمدارس، مراوح ماكو بالمدارس، يعني هاي ابسط شيء الطالب اللي يحتاجه. نعم ما يعني ذكرتك استاذ رعد، اذا هي ابسط الامور اللي يحتاجها اليوم الطالب من يروح للمدرسه اللي هي الصحيات، الرحلات اللي يجلس عليها، المراوح، هاي اصلا كلها ماكو ما متوفره. بعدين يفكرون يسوون غرف خاصه بالرياضه او بالموسيقى او بالثقافه. فعلا سيدتي العزيزه صحيح صحيح، بس نسوي احنا مثل هذا اللي يتمنى، احنا جاي نتمنى وبلكي، ولو المثل يقول وما نيل المطالب وبالتمني. زين ايش وقت نبقى نتمنى؟ تاخذ الدنيا غلابه، نبقى نحلم انه نتمنى والله كريم واقعنا يكون افضل. بلكي اكو مثلا، انا احب الامثال، يقول صواب عمى برنب، بلكي محافظ البصره ومدير تربيه البصره يسمعني وينفذ الكلام اللي تكلمته، ولو ما ينفذون الكلام اللي حكيناه، لان هم اساسا عباره عن محاصصه حزبيه مقيته سيطرت على البصره وعلى كل العراق. احنا نتكلم على البصره، على البصره، وانا هسه متاكد حتى محافظ البصره ما يقدر يحكي ويا مدير التربيه، لان مثل ما نوهت لك هي محاصصه، هذا الي وهذا الك، اي هو هم ايش عنده يحكي معوده، خاف يفصلوه من الكرسي ماله، خليها ساكته، خليها احسن. زين استاذ رائد، شو وقت تخلص المحاصصه الحزبيه؟ ما تخلص، يعني معناته انه اي تغيير ما راح يصير اذا مستمره المحاصصه. ما يصير، يعني معناته انه التعليم ما راح يتغير وضعه، واليوم الفساد مستمر بكافه مؤسسات الدوله. ما يتغير، انت عندك وقت اقدر اتكلم شويه، اعطيك نبذه باختصاره؟ تفضل. أتفضل. شوفي يا أختي العزيزة، المحاصصة العنصرية والطائفية والحزبية ما راح تتغير بالبلد لطالما الفاسدين جاثمين على صدور العراقيين وعلى العراق. نعم. أوكي؟ نعم. إحنا خرجنا تظاهرات، تظاهرات ما جلبت أي شيء ما حققت أي شيء، صح لو غلط؟ نعم. أوكي. لجأنا لمن؟ للاعتصام. الاعتصام ما سوى شيء، الاعتصام ما سوى شيء، أيضاً فشل، لأن دسوا رؤساء الأحزاب، دسوا مناصرينهم وحاولوا أن يحرفون، فما يبقى غير، ولو خاف أتكلم وأكون مستهدف والله مشكلة، هي ماكو غير الإضراب العام. الإضراب العام ما يسوي العراقيين، ما يسوي ليش؟ لأن هذه الرأت يراد قيادات، ويراد دراسة، ويراد ثلاثة أرباع الشارع العراقي لازم يأيد هؤلاء الشباب الأبطال ويوقفوا ياهم. وبهالحالة هاي أنت تستطيعين أن تقضين. نعم. على المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة اللي سيطرت على البلد ودمرته طيلة 18 عام. نعم واضح استاذ رعد، لا تقلي لي، لا تقلي لي الانتخابات، مع الاسف الانتخابات حاله صحيه حضاريه ثقافيه. نعم. ولكن ليس بالعراق، يعني انت مثل ما لاحظتي هسه هاي الانتخابات مال 21، يعني انا هسه مو هذا الانتخابات اشرفت عليها قضاه وامم متحده وحقوق انسان وكذا، يعني اقدر اقول عليها نزيهه،
نزيهة يعني ما نقولها 190%، 85%. نعم. وتلاحظين الشكاوى وتلاحظين الاعتصامات وتلاحظين هذا، والله شلون خسرنا. يعني هي طامة كبرى، طامة كبرى، ولو تفوزونا لو عندنا سلاح منفلت نسقط الدولة. إذن الحال راح يبقى على ما هو عليه، وتبقى المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة مسيطرة على البلد، لحين إلا ينهض الشعب نهضة رجل واحد، بهالأثناء يقدر يستعيد وطنه من الفاسدين ويستعيد كرامته. مو بس وطنه، يستعيد كرامته ويستعيد لغة العراقية الأصيلة. نعم أستاذ رعد خليفة الناشط المدني، شكرا لك وشكرا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد، أكيد نورتنا. شكرا جزيلا سيدتي العزيزة. نعم رسالتنا إلى بعض الأساس أو السياسيين اليوم بمحافظة البصرة، إذا أنتم اليوم تشوفون نفسكم مو قد هذا المنصب ومو قد المسؤولية وتقديم خدمات لأبناء محافظة البصرة، المحافظة المعطاة اللي تستحق الكثير اليوم من الخدمات والإعمار وغيرها من الأمور، فبالتالي أكيد أكو ناس ضحت بدمائها، أكو ناس قاتلة الإرهاب، أكو ناس قادرة على تقديم خدمات أفضل لأبناء محافظتها. فيا ريت اليوم لو يعني تتركون المناصب لناس يكونون أكثر كفاءة من غيرهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتأمل الرحمة والغفران لشهداء محافظة البصرة والشفاء العاجل لجرحى المحافظة والصحة والسلامة لجميع أهالينا بالمحافظة، وبردا وسلام، إلى اللقاء.